السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعرض لكم هذا الديكور فوم شيت، تشكيلات معينة وطريقة إخفاء هذا الباب سهلة. أقدم لكم نفسي، حلمي بن سيدهم من تونس، أعمل حاليا في ليبيا فني ديكور، وسميت هذه القناة ديكورات أفريقيا أو دريول أفريكا لغاية معينة، والتي هي عندما يقدم لنا زبائننا الكرام تصميم أو صورة معينة لتنفيذها، نخبرهم بأن المواد موجودة أو غير موجودة، لأن التجار يأتون بمواد خاصة ومعينة لأفريقيا، ومعظم الصور التي تأتينا من زبائننا ويطلبون تنفيذها تكون من الخليج والمواد غير متوفرة. والرجاء الاشتراك بالقناة ومتابعة القناة لتشاهدون المزيد من الفيديوهات والديكورات، والرجاء المشاركة في القناة، وشكرا، وتابعوا الفيديو حتى الآخر حتى تستفيدوا، والسلام عليكم.